الله يكرمك انت واخي ابو تمزه. يعني انا قلت لحالي انه انتم اكثر ناس بتعرفوه، لانه بالماضي كنتوا تشتغلوا انتم وياه، وهلا الدنيا يعني هو جاركم. الحقيقه انت شو بدكم بهالصهر؟ عفيف واحد نصاب ما بيقدر يحوى بنات العالم. عداك عن هيك متجوز ثلاثة؟ هي ما فيها شيء، ما فيها شيء ست فراد، لا ما فيها شيء، يعني رجال بحقله بحقله. نعم المهم يعني احسن ما تزيغ عينه لهون ولهون، مرة على الخراطة ومرة على الفيزون. شوف انا من رأيي بعدين البنت مخطوبة لهاني، انتو شو اللي خلاكم تنضربوا على قلبكم وتوافقوا على العفيف؟ الحقيقة اختي بولال خانو يعني البنت مو خالة مشتها هذا اللي اسمه هاني. ايه ابدا ما بدها يا بنوب، مو رغبانته، بس انا بالسرمايه خليتها ترغب فيه، لانه اخي ابو تمزه يعني ما جاها نصيب. وبعد ما حكى معنا عفيف لك جحشت، ايه تسور جحشت وقال ما بدها هاني. بيني وبينك بالنسبه لل شو على كيف ها تروح تبوس ايدها والشقفة اللي صح لها واحد مثل هاني؟ ولا مفكرت اللي حالها بنت خرم بيك؟ لا تاخذني ابو تامر يعني. ايه بس شو فرقت يعني بين هاني وعفيف؟ اخي ابو تمزه اثنين مفلسين طبعا، لانه اسمح لي، هاني مو مفلس، عنده بيتين وما عنده اخوه وعنده دكانه، اما عفيف اللي قاعد عم يشحد هون وهون. المشكله يا اخي ابو تمزه البنت هددتني اذا بزوزها لهاني قال يا بتسم حالها يا بتحرق حالها بزيت الكاز يا بتفتح قنينة غاز وهي نايمه. اجا شعلت كبريت منطير حدا ستين جهنة تطير وتطير معها كمان، انت عندك 15 غيرها. عندك 60 جهنة وحدة، هدول بناتي كلهم غاليات على قلبي، ايه؟ وخاصة هي رشا الكبيرة. أب لك، أب أنت من حقك ويكونوا غاليين على قلبك كثير، بس لا تصدقها ما بتعملها، ما بتحرق حالها، حركات بنات هدول أنا بعرفهم مني. وبركي عملتها أبو تمزي، يعني بركي عملتها. أنت فهمها، إلا عفيف بده يتجوزك يومين وبعدين بيكبك. يكبها؟ ايه يكبها، طالما نفسها بعفيف خليها تجربه، احسن ما تقول انه ابي غصبني. لك شبنا شبنا ابو تمزي احكي لك كلمه، شبك قاعد مثل ناتور الدرا. لك انا جاي اخذ رايك. شي الحقيقه ما بعرف شو بدي اقول لك. شو بدك تقول له يعني؟ اخي ما بننصحك نحن بعفيف، بدك تعطيه انتحر، ما بدك تعطيه كمان انتحر، تنباع بالعزا. شو ابو تامر؟ شفتك عند ابو تمزي وبوران، شو كنتوا عم تحكوا؟ ايه يعني شو بجيب لك، يعني كنا عم نحكي هيك شوية مواضيع بلا تعمي. سألتهم عني مو؟ شو قالوا لك؟ الحقيقة يعني بوران خانهم وهذا ابو تمزي قالوا لي عنك، ايه قالوا لي عنك الخير. اه واضح واضح، اكيد ما راح توافي. لا سيدي، جكارة فيهم موافق وينطحوا راسهم بستين صخرة. يعني ما راح ترد على كلامه؟ لا ما راح ارد. اسمع عفيف، المثل بيقول إذا جاءتك مذمتي من ناكس فهي الشهادة لي بأنني كامل، وأنت الشهادة لله كامل الأوصاف. بارك الله بيك، وإمتى بدنا إذا بدك الخميس هذا بيصير، الخميس اللي بعده بيصير، أي خميس لا بيصير. الخميس هذا ولا الخميس اللي بعده؟ بكرة. بكرة؟ طيب الأوراق والمعاملة يعني الأوراق تبع الزناب؟ لا يهمك من كل الحكي، الأوراق جاهزة.